فرين أن ديريو نفتي دعي نفيه نبأ ديريو لكن سجارة فرين تنوحن أقول ديريا مسؤولين تعصب إحلالك كل الدوان قبتي إقاركونا أي شق جلان قاركونا أي جلي دونان وأن كفكري فرين تأن جالسين يا محين نقوم كرتا وحنسلي كلمة كوبان أو فرينا أدر وحندر يا لبك المدود أمدنا وناقود كتشرو يبد بلدود مدنا وكتشرو هلا قودة إيو عدد إلهي وعرونيا الإصلاح والإفساد وتفرين طيدا قودهان إننا إصدرين قارهان وحين أدرين مسؤولين تا وحد نقطان أمت كسفو دي الإصلاح كفو دي الإفساد الإصلاح وهجاجين يتوسن الإفساد وحمين يقلوعين إيو بربورين إيو بابين إنو وحتوسيو أو آنو وحمين الإفساد يا الإصلاح وحكه الرئية أو شخصيه وهو الرئية الفساد والصلاح إنه إساق مركه هرته وصناده إيا إساق إنه حمين إلا هدو حي هاي وحنا حمين مركه هرابر ونظيفين مركه مركه هروحين ولا إنه هاي إدنك وناك سناده ها حماننا إلهي أمر كي سقاط ولذلك لقمان الحكيم إن كيسي مركي أوانيني مركي هورين تانو أمد يحلك كسارا أشيغين حلك النفتيس كسارا يألا كدوني أي أشيغين لا تشرك بالله إلهي ها أشريغين صونها إلهي أما ممنوعة يألا قلين إسك إلالي إلهي كليال شرك يا كفر إسك إلالي بولي مربا مركو واندي مربا ولسو دادعي مربا وحبو شيغي وحكم بدها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور انتانو أمد إنو هجاتيو أو توسيو أنت أنا كلا هذين بوحكوري يا بني يا أقم الصلاة هرت أدق هيكسنو صلاة توسي صلاة وناكسنتك أدق قف خير كسف وبين نقاء صلاة وح أي وكيل كتاي بين لين علمدو وناجي كلا أعلن أي وكيل كتاي هرت مرك هراء أدق قف كسف يسن أخلاق يا عبادة نقاء أي وجوه الرسالة صلاة دي مرك هذا أدق توصناتي ها وأمر بالمعروف قف مصلحة إكسالح بعض نقطي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واحد نقطة توسية أمد هجاتين يا أو أتاجن أمد وحي وناج وجترنا إنه فرا أو كل الدلاله وحي حمانا أو كريمه ولا ليال أنبياء إلهي وحأي كسف إثنين إني وحتوسيان وآني وحب حمين ولذلك في سورة هود نبي الله الشعيب مركي لهد لي تلكي وحلي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وحن دون يا أنيق أتشدد أن دون يو إيه أن دي سهر استاغي ee aan idii soo gaarsiinay dacwadan iyo diintan waxa way dantiina wadaa in uriidu ma doonayo
إلا الإصلاح وحتوسين يا هجاتين موياني ما استطعت أنت أودي دطي وحي أنا أودي ذهي إلى هوا إجدافي وما توفيقي إلا بالله وافتشين تنوح إسكال إلهي الله ينوافتي ولا ليال ودقن كي أنبيرة حمانت إني كدجان أو أن لولك اللبين أو أن لحمينا دقن كي أنبيرة أمد ود أيو شيء كتيرين بهيد نبي الله صالح إسق أو تلكي دون يا إنه فساد كي حمانت أقدجو أي وحري ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تصيروا سدى الدبر يكون فصير إمام المفسرين حصعوننا لولك دحدي سيدك لولك هدح قادنا إذن كوف السهادين يا أو وحن إلى هاي رالي كأهين كصماين يا إسك إلى عليا مدي إصلاح بو شيء مدينا إنا لفسهادين بو شيء دقن كأنبياء دا أي أين كضينا كوي حتى ما إلهي سبحانه وتعالى وحاوين شيء أرنك السداسة إنا ندلك لفسهادين لبا آية دوت أو سورة الأعراف كتيرة آيات اللحية كنتونات إيا آيات الشنية سيديتانات أيا إلهي توصين الله الله وحول إلهي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ورنلكها فسهادنين إنتي لوناتي كدب إلا إصلاحي عالم كان إلهي مركو أبوري إصلاح باو أصلها توحيد باو أصلها دادك أيا الشركة إيا كفر إيا معاسيدة ليمن وركد أيا والتوحيدك إيا وناقا يا عدالة يا ضاعة هكسو نعضو كداي هفس هادين نقول كه إصل آية دشيني استيتناد سورة الأعراف أيا إلهي وحي نوسو قوري نبي الله الشعيب أو تلكي تاق فرية أوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ورنولك هفس هادين تلكيو وردتك إن الله يسوع دري أنا وهاي وانيها يأو نصيحيها لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لولكها فسهاديننا أنتي لو ناجي مركاسا وحي ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ساسايدين خير بدن هداد مؤمنين أهل إيمان هدادتين لولك إن أنت كإلى عليك رتم عاصي يا إلهي وح على جلية تاسع مثل حد إنه كتير تاية تاسع ما يبوري آيات ظاهرة نوح يمرك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لولك هدين لو ناتيو فساد كلاجا إلى عليه وح إلهي الشجع إن حريسي سلجوه ليه إن رحمة الله قريب من المحسنين نحريس إلهي هو يقدو دهي كوا محسنين تا إحسان كأي سما فلك وده في الدنيا أدوية دحية. هذا بقول لك سير له فسهادية. لولك واحد لقوف فسهادية شرك. وإيمان كأمة الله جل وعلا ما. واحد لقوف فسهادية عدالة ضرر. وعدالة دالة جل وعلا ما. واحد لقوف فسهادية معاصي كلا أكل دودون. وضاع هذا أيام لقوف فسهادية أمة. تهدي بقى لقط ديرية. واحد لقوف فسهادية ليق. ummada muslimka oo la daadiyo waxa laga la dagaalamaa dhiga muslimka in la iska ilaaliyo waa tafasiirta culimadu ay ku fasireen ee khutbadeenii hore ku jirtay walaalayaal ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu ino sheegay dadka qaar haday xilka qabtaan markay mas'uuliyad qabtaan dhulka biya فسهادية كوا إلهي وإنه قوى الرمي إلهي نبو قوى الرمي لدون يين نسك إلى لنه وصورة البقرة لقو الشيغي إلهي وحلي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ذاتك واحد كم ده
dad marka ay hadlayaan yucjibuka qawluhu fi lxayaati dunya adduunyada waa hadalkiisu waa ku yaab gelinaya waad la dhacaysa walaa yucjibuka fi laakhira laakiin aakhira kugu yaab gelin maayo aakhira waa zero waxba maaha ويشهد الله على ما في قلبه مرك او حدلينا الهي بو مرغشنيا الهي بو كدارنيا مركا وحاش ادوا بين وحو مرغشنيا الهي مركا سو ليهي ويشهد الله على ما في قلبه وح قلبي سي كتر ليه الهي بان مرغشد وا ايغا دب وانا بين وهو الد الخصام ومرن بدنه مرنكي سو وحا ويه مركو مرميو وا وا ددك مرنكا او سميسن افتهاني ميدس وحبا تريميسو إلهي محول وهلك أن سعدي وإذا تولى تفاصيل تلقوا فصيله وحكم مركو تشيستو إيه وكرد غاغ النبي لكن أنا التفسير كان روح رواه كان دمبي وإذا تولى هدو حل قبته أو مسؤولية الله ساره سعى مشى أو قصد وحو أصعد أو قصدياؤن وشيدي سمر هدو حلية مسؤولية قبته وحوية ليفسد فيها للك إنه فسهادية قبل يقولوا وإنه إيح عدالة حمى باب دع وحل وحي إلى هاي ديدي ولي ماده ليهلك الحرث والنسل سوء هلاقه أو بابيه زرعي يباره يوحي سوبحي والنسل يوحي وحويا حاله وحي أي سو ساريين حاله نسوء بابيه wixii soo baxayay ee baadka ka soo baxayna si uu u halaago oo siduu halaagayaaba la yiri waaba baabiinayaaba xoolihii buu baabiinayaa oo wuxuu baabiinayaa dhirtii buu baabiinayaa oo wuu laynayaa oo wuu ka takhallusayaa dhirtii iyo beerihii waaba sidaa ay tahay oo waxay ummadda noloshooda ku suurtageli lahayd ayuu isagu u socdaa inuu baabiiyo ama wuxuu la iimanayaa macaasi macaasidaasina waxay keenaysaa raxmadii iyo roobkii in Alla ka joojiyo dabadeedna xoolihiina ay meesha ka baxaan beerihii iyo zarcina ka baxaan macaasidaa uu keenay hoggaankiisiibuu macsi u adeegsaday macsidina waxay keentay in wixii noloshu ay ku suurtageli lahayd ay ku baaba'do ilaahay baa yidhi dhahara alfasaadu fi albarri walbahri bima kasabat aydi nnaas dhulkii dhahara alfasaad xumaantii baa ka soo muuqatay oo ka soo shaabaxday dhulkii waxa weeye wixii ay gacmahani kasbadeen walaalayaal macaasidu iyo dunuubtu way badan yihiin kufri baa ugu daran iyo shirki naftoo la iska raaco oo xumaantu waxalla waxay naftu ku faraysa aada iska dabagasho ee xun ayaa ka mid a bidco aada raacdo ayaa ka mid a waxaa ka mid a oo iminka markaynu hoos ugu dhaca awlaadulxaraam inta zinadu badato ubadkii yaryaraa ee aan ku dhalan meherka xalaasha ay farabataan bal ee bannaanada lagu tuuro waxaa ka mid a qof muslima in meel lagaga dhaco sharaftiisii iyo cirdigiisii waa macaasida wax halaagaysa ay ka mid tahay waxaa ka mid ah arrintan aynu soo sheegnay ee xoolihii iyo dhirtii in lagu kaco oo aan la daryeelin oo la baabiiyo waxaa ka mid ah ribada ribada alla mamnuucay uli ilaahay qofka ribo u dhowaada dagaal ha ogaado fa adanuu bixarbin min allaahi wa rasuuli mucaamalada maaliga ah ee dhaqaalaha ah ee ribada ah oo ah dayn dayn masalan aad qaadatay oo dabadeedna aada u baahatay oo kaad ka qaadatay uu kuuli waan ku siinayaa imaka laakiinse waxa weeyaan kun kaa qaado laakiin kun iyo laba boqol iyo soo celi miskiinkaa yaraad ka faa'iidaysata maxay jileeciisa waxaa ka mid a xoolaha agoontoo la cuno waxaa ka mid a hablaha iyo haweenka sharafta leh oo sharaftooda meel lagaga dhaco waxaa ka mid ah waalidka oo caaq lagu noqdo waxaa ka mid ah markhaati beenaalaha waxaa ka mid ah dhaarta beenta ah dhaarta beenta ah ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah zinada oo faafta
waxaa ka mid ah khamriga iyo daroogada iyo mukhadaraadka oo faafa, waxaa ka mid ah qaraabada oo la jaro, waxaa ka mid ah dhirta oo la jaro, xoolaha oo loo diido, waxa weeye dhulkoodii iyo meeshay wax ka daaqayeen, waxaa ka mid ah iyada oo dadkii degganaa meesha Ilaahay ugu talagalay cabsi iyo khawf lagu tuuro oo la argagax geliyo oo burcad samaysanto oo loo galo waxa weeyaan maalkoodii iyo naftoodiiba loo dhul jiifeeyo. Wax Alla wixii xun baa ka mid ah. Haddaba golayaasha cusub waxaan leeyahay, weliba kuwa ugu dambeeyey, war iska ilaaliya inaad idinku xumaataan ama aad mas-uuliyadda Ilaahay idin saaray aad ummadda ku xumaysaan. Iska ilaaliya inaad wax ku hagaajisaan mooyaane inaad wax ku xumaysaan. Waa daarateen, daartina imaka way iska sahlantay. Ilaahayow, waxaad marag igaga noqotaa oo aan magacaaga marag gashanayaa weey, waxa aan ku dhaaranayo inaan sidiisa u fulinayo. Maha wax sahlan, maha wax kaa dhacaya. Waxaan u fiirsanayay waxay ku dhaaranayeen. Saddex arrimood baa ugu muhiimsanaa waxay ku dhaarteen: diinta oo ta ugu muhiimsana, diinta Islaamkan ku dhaaranaya waxay farayso macnaheedu inaan la imaado, waxa iga reebaysayna inaan ka dheeraado. Habladeegad heshiis buu Ilaahay la galay, diintaada xaggeeda Ilaahow layga soo mari maaya aniga, diintaan ilaalinayaa, naftaydaan ku ilaalinayaa, xilkaasaan ku ilaalinayaa. Markaasaa waxaa sii raacsanayd dalka iyo dadka. Diinta haddii la ilaaliyo waxa kaloo dhan way hagaagayaan. Diintaa ku faraysa inaad dadka ilaaliso, diintaa ku faraysa ummadda inaad ilaaliso. Berri haddii la keeno golaha wax Ilaahay diiday, diinna aad ku dhaaratay, qodobka shanaad ee dastuurkuna yahay wax Alla wixii shareecada Islaamka, xeer kasta oo sharciga Islaamka ka hor imanaya waa wax ma jiraan oo aad tiraa waan u codaynayaa iyo kaambeyn baan u gelayaa iyo gruub baan u samaysanayaa, dhaartaadii waad beenisay ugu, waad dhaaratay. Diintaad ku dhaaratay inaad ilaalinayso, dalka ayaad inaad hagaajinayso aad ku dhaaratay, ummadda inaad hagaajiso aad ku dhaaratay. Dhaartu yaanay ku qaban, dhaartu yaanay kula fududaan. Maanta waa if, berrina waa aakhiro. Xilku waa maalmo, cidhiibta dambena waa daa'im. Xumaantaad samayso adduunyadana waad ku arki, aakhirana waxa weeye waa tan nolosha rasmiga ah ee abadiga ah ee daa'imka ah. Waxaan walaalayaal idiin soo jeedinayaa dhammaantii, si gaarana mas-uuliyiinta, haddaad isleedahay adigu wax xumee oo shacbiga iyo ummaddu kuma arkayso, Ilaahay baa kula hadlay oo leh wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix. Ka xumaanta samaynaya waa Ilaahay waa og yahay, min almuslixi ka wax wanaajinaya waa ka og yahay, ka wanaajinayana Ilaahay waa og yahay, ka wax xumaynayana Ilaahay waa og yahay. Ilaahay baa wa rabbuka aclamu bilmufsidiin, rabbigaa isagaa oo kuwa wax fasahaadinaya, biinaya, kharaabinaya Ilaahay baa og, baa Ilaahay yidhi. Waxa kaloo Ilaahay yidhi aayaddii aan xagga hore ku bilaabay, haddii qalbigiinnu wanaagsan yahay dad daacada, sidii nabiyullaahi Shucayb qastigiinnu inuu noqdo, waataan idiin rajaynaye, in uriidu ila alislaaxa mastadactu, waxaad igu ogaataa Ilaahayow inta aan kari karo inaan wax hagaajiyo. Tii uu yidhi nabiyullaahi Shucayb, waxaan idiin rajaynayaa dadaal markaad samaysaan ee idinku kartidiinna iyo awooddiinna iyo caqligiinna iyo fikirkiina aad isugu geysaan ummaddan inaad hagaajisaan, inaad bushaare helaysaan Ilaahay idiin ballan qaaday, walladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana
وإن الله لمع المحسنين كوا أنك الدين تيدا إلا قفوا لبا مسؤوليات با سارا ننك حل ساري هاي ee ummada masaakiin teeci lixsan kar saaran yahay ee u diintooda ka saaran yahay ee u adduunyadooda ka saaran yahay ee yiri ilaaho waan dadaalaya ee ducaysanaya ee shaqaynaya ee cibaadaysanaya ee ummada u fakaraya dadaalkaas sameeya walladina jahadu fiina kuwa dartay u jihaade ee waxa weeye ummada iyo diinta difaaceeda iyo wanaagga ku jihaada إلهي وحري بشارو لنهدينهم سبولنا أنك أيا أفضو ضينينا أو تسينا أو يسيرينا شدد كيجا شدد كي رحمة دا شدد كي فضو ضينتا شدد كي خير كوا أفضو ضينينا أقونا محسنين تكبير يايو وإن الله ألنا لمع المحسنين سما فلياش أسول لجرة إن ألا كولجرو يا إن ألا كاجرو أيوب أركا قتاقية انت أسان شعر هاي إن أنكسوا قبقبيث ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.